بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفو الفقره الاخيره في الدرس ديال الداله الخطيه. اذا التمثيل المبياني للداله الخطيه، اذا عندنا واحد النشاط معتبر الداله الخطيه اف المعرفه بما يلي: اف لاكس كتساوي جوج اكس. اولا اتمم الجدول التالي. اذا عندنا العدد صفر شنو هو الصوره ديالو بالداله اف؟ العدد واحد، العدد جوج، ثم عندنا النقطه ام اكس اكس اف لاكس. اذا عندنا النقطه الاحداثيه ديالها اللي هو كيكون العدد، يعني الافصول ديالها كيكون العدد، والارتوب ديالها كيكون هو الصوره ديال هذا العدد. اذا الا خدينا شنو هي صوره العدد صفر بالداله اف، اذا غنعوضو اكس بصفر، اذا اف لي صفر تساوي شنو غتعطينا هنا؟ يعني الا خدينا اف لي صفر مثلا هنا، اف لي صفر غتساوي عندنا جوج ضارب صفر تساوي جوج ضارب صفر اللي هي صفر، بالتالي اف لي اكس فهي كتساوي صفر. اذا النقطه شنو غتكون عندنا؟ صفر. الافصول ديالها او الارتوب ديالها فهو صفر. اما الا خدينا العدد واحد، اذا صوره العدد واحد تالا اف هي جوج ضارب واحد، جوج ضارب واحد اللي هي اثنان. اذا صورة العدد واحد بالتالا اف هي اثنان، وبالتالي النقطة بي الافصول ديالها غيكون هو واحد والارتوب ديالها هو اثنان. اما الى خدينا اف لي ناقص واحد كتساوي هي جوج ضارب ناقص واحد، جوج ضارب ناقص واحد عطاتينا ناقص اثنان، اذا هنا عندنا ناقص اثنان. اذا صورة العدد ناقص واحد بالتالا اف هي ناقص اثنان، وبالتالي الافصول ديال النقطة سي هو ناقص واحد والارتوب ديالها فهو ناقص اثنان. ثم عندنا صورة العدد ناقص اثنان بالتالا اف هي اثنان ضارب ناقص اثنان، ناقص اثنان ضارب اثنان اللي هي ناقص اربعة، وبالتالي صورة العدد ناقص اثنان بالتالا اف هو ناقص اربعة، اللي كيمثل عندنا الارتوب في النقطة دي. ثم عندنا السؤال الثاني: مثل نقط ا و بي و سي و دي في معلم متعامد ومنظم او اي جي. اذا باش نمثلوها يكفي نرسمو واحد المعلم متعامد ومنظم. غادي نشا معلم متعامد ومنظم، اذا عندنا مثلا نقطه او للافصول ديالها صفر والارتوب ديالها هو صفر. ثم غادي ناخذو ما بين تدريجه تدريجه مثلا واحد سنتيمتر، عندنا مثلا نفس الشيء اللي خدينا محور الاراتيب، ناخذ ما بين تدريجه وتدريجه مثلا واحد سنتيمتر. اذا هنا مثلا عندنا محور الافاصيل، عندنا واحد جوج يعني النقطة اي، يعني الوحدة ديال التدريج هو او اي، جوج تلاتة اربعة خمسة، هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص تلاتة ناقص اربعة، ثم عندنا ناقص خمسة. هنا عندنا النقطة جي يعني او جي اللي كتساوي واحد، يعني الوحدة ديال التدريج محور الاراتيب، هنا جوج، هنا عندنا تلاتة، هنا عندنا اربعة، ثم هنا عندنا خمسة، تحت كاين ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة. ثم غادي نمثلو النقطة الأولى أ للأفصول ديالها صفر والأرتوب ديالها صفر، أفصولها صفر والأرتوب ديالها صفر اللي هي النقطة أ، هي هادي اللي غتكون مطابقة مع النقطة أو. ثم عندنا النقطة ب الأفصول ديالها واحد والأرتوب ديالها جوج، الأفصول هو واحد هي هادي، الأرتوب ديالها فهو اثنان. إذا النقطة شنو غتلقاتو عندنا؟ غتعطينا النقطة هنا، عندنا النقطة بي. ثم عندنا النقطة سي، الأفصول ديالها ناقص اثنان، الأفصول ديالها ناقص واحد والأرتوب ديالها ناقص اثنان، إذا ناقص واحد ناقص اثنان. ثم ناقص اثنان، اذا هنا عندنا النقطة سي. ثم عندنا النقطة دي، الافصول ديالها ناقص اثنان والرتب ديالها ناقص اربعة، اذا ناقص اثنان ناقص اربعة. ثم عندنا ناقص اربعة.
إذا عندنا النقطة د. ثم السؤال الموالي، ماذا تلاحظ؟ إذا ماذا تلاحظ بالنسبة لهذه النقطة؟ إذا عندنا النقطة أ و بي و سي و دي، إذا إلا خدينا هذه النقاط كنلاحظ بأنهم نقاط اللي هي مستقيمية. إذا هذا هو مطلوب منا، ماذا تلاحظ؟ إذا نلاحظ بأن النقاط أ و بي و سي و دي نقاط مستقيمية، وهذه النقاط اللي هي مستقيمية فهي كتمر من أصل المعلم اللي هو النقطة أو للأصول ديالها صفر والأرتب ديالها صفر، وبالتالي التمثيل المبياني ديال دالة خطية هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا نلاحظ أن النقط A و B و C و D نقط مستقيمية مع أصل المعلم. إذا استنتاج لنا في الحالة بأن التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية فهو يمر من أصل المعلم. كيف او اي جي معلم متعامد مستوى، هنا التمثيل المبياني لدالة خطية اف دي اي هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذن هو مستقيم يمر من أصل المعلم، ومن النقطة M للإحداثية ديالها إكس إكريك، بحيث إكريك فهي كتساوي صورة العدد إكس. إذن هذا هو التمثيل المبياني للدالة الخطية. إذن هو عبارة عن مستقيم، والمستقيم كنعرف بأنه يمر من نقطتين، إذا كيمرنا من أصل المعلم ثم من نقطة M ليك الأرسول ديالها إكس والأرتب ديالها إكريك اللي هو الصورة ديال النقطة F. ثم غادي ندير واحد المثال، مثال عندنا F دالة خطية بحيث صورة العدد مثلا إكس تساوي 3 إكس. هنايا لننشئ المستقيم دي تمثيل المبياني للدالة F. هنا باش نرسم الدالة F يكفي نحدد نقطة واحدة أخرى، يعني نعطي الإكس قيمة ونلقى الصورة ديالها، كنعرف بأن التمثيل المبياني فهو كيمر من أصل المعلم ومن نقطة ثانية. إذا هنا لنحدد مثلا نقطة تنتمي إلى مستقيم T. هنا مثلا لنعطي إكس قيمة مثلا نعطيها 1، إلا خدينا صورة العدد 1 شنو كتساوي؟ 3 ضرب 1 تساوي 3، ومنه مثلا نقطة أ الإحداثية ديالها هي 1 3. إذا غادي نرسم واحد التمثيل مبياني ونمثل له النقطة أ، والمستقيم اللي غيمر من أصل المعلم من هذه النقطة فهو التمثيل المبياني ديال الدالة إف. إذا غادي نرسم واحد المعلم متعامد وممنظم، ناخذ واحدة ديال التدريج، يعني واحدة ديال التدريج محور الأفاصيل مثلا 1 سنتيمتر، نفس الشيء غادي ناخذ واحدة ديال التدريج ديال محور الأراتيب مثلا 1 سنتيمتر، يعني ما بين تدريجة وتدريجة عندي 1 سنتيمتر، إذا هنا عندنا النقطة O، هنا النقطة E، وهنا النقطة G، هنا عندنا 2 3 4 5، هنا عندنا 2 3 4، هنا -1 -3 -4 -1 -3 -4. إذا عندنا النقطة الأولى اللي غيمر منها التمثيل المبياني ديال الدالة F غيمر منها من أصل المعلم اللي هو النقطة O، ثم غيمرنا من النقطة A للأفصول ديالها 1 للأرتب ديالها 3. إذا الأفصول 1 الأرتب ديالها فهو كيساوي 3،
إذا عندنا النقطة A والمستقيم اللي غيمر من النقطة O والنقطة A فهو التمثيل المبياني ديال المدالة F اللي هو المستقيم T. إذا هذا مستقيم T اللي هو التمثيل المبياني ديال المستقيم ديال الدالة F، وهذه الطريقة باش كنشأو التمثيل المبياني الدالة خطية. تصحيح ديال واحد التمرين تطبيقي، عندنا اف دالة خطية ودلتا تمثيل مبياني بحيث صورة العدد ناقص 2 هي 3. أولا حدد معامل الدالة اف. إذا عندنا اف دالة خطية بحيث صورة العدد ناقص 2 تساوي 3. معامل الدالة اف قلنا هو العدد ديال ناقص 2 صورة العدد ديال ناقص 2 على العدد ناقص 2 تساوي صورة العدد ناقص 2 بالدالة اف اللي هي 3 على ناقص 2، ومنه معامل الدالة الخطية F هو ناقص 3 على 2. إذا ناقص نحولها للفوق، إذا نساوي 3 ناقص 3 على 2. السؤال الثاني، صيغة الدالة F. إذا F دالة خطية تكتب على شكل صورة العدد x تساوي a x بحيث a هو المعامل، ومنه f ل x معامل الدالة f هي تساوي ناقص 3 على 2. ثم عندنا السؤال 3، التمثيل المبياني للدالة f. إذا بما أن f دالة خطية فتمثيلها المبياني يمر من أصل المعلم ومن النقطة. إذا عندنا النقطة اللي عندنا لدينا صورة العدد ناقص 2 بالدالة إف كتساوي 3، ومنه مثلا نقطة أ مثلا الإحداثية ديالها الأصول هو ناقص 2 الأرتب ديالها هو 3. إذا يكفي نرسم واحد المعلم ونمثلو عليه النقطة أ، ومن بعد نرسمو تمثيل المستقيم اللي هو غيكون عندنا هو تمثيل مبياني الدالة F. إذا غادي نشرح واحد المعلم متعامد ثم غادي ناخد ما بين تدريجة وتدريجة، مثلا وحدة ديال التدريج 1 سنتيمتر. نفس الشيء إلى أن واحد نديرو تدريج ديال محور الأفاصيل، إذا عندنا مثلا عندنا أو الوحدة ديال التدريج هي أو إي جي، تنجوج 3 4 5، هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، هنا 2 3 4 5، هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ثم ناقص 4. ثم غادي نمثلو النقطة أ، الأصول ديالها فهو ناقص 2 وهذا، والأرتب ديالها فهو 3. إذا غادي نمثلو هاد النقطة ثم عندنا النقطة A الأصول ديالها هو ناقص 2 والرتب ديالها 3. المستقيم اللي غيمر من النقطة A من أصل المعلم فهو التمثيل المبياني ديال الدالة F. إذا هذا هو المستقيم دلتا اللي هو التمثيل المبياني ديال الدالة اف. وبعدا نكونو سالينا التصحيح ديال هاد التمرين، واللي عنده شي سؤال يخلي في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.